بلشت حلقة جديدة من برنامج شو في ما في، تابعونا. لوس أنجلوس كاليفورنيا، صباح الخير من إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز. حان الوقت لأقدم برنامج شو في ما في ليوم الخميس 29 آب 2024. مثل العادة برنامج منوع بفقراته، ولكن من وقت تاني في عنا حلقة خاصة واستثنائية، لذلك قررنا أنا ستيسي عبيديكيان أرابيان وزميلي الإعلامي صقر البعيني اليوم نقدم لكم حلقة خاصة واستثنائية، يلي بالحلقة في كتير حكي واضح صريح جريء وقصف قد ما بدكم. ما تعطونا مجال نحن الإعلاميين نشوف غلط ونسكت، لا، الغلط بده ينحكى عنه. تحية لكل مشاهدينا عبر صفحة راديو ستارز على الفيسبوك، وتحية لكل مستمعينا يلي عم بيتابعونا من الإذاعة مباشرة. دايما البرنامج من إخراج جميل مدور ومن إعدادي وتقديمي أنا ستيسي أفيديكيان أرابيان. إيه دايما اليوم بالآخر، إيه أنا لبنانية من أصل أرمني، بفتخر بجنسيتين، يعني بفتخر بلبنانيتي وبفتخر بأرمنيتي، وهلا بفتخر بالجنسية الأمريكية كمان. عملتوا شير؟ يي الله، شو ناطرين؟ ما بدنا فوضى، ما بدنا فوضى. أول أغنية اللي حضرها جميل فوضى للفنانة كارول السماحة، بلا فوضى، خليكن ستريت، وزعوا البرنامج قد ما فيكن، عملوا شير لينضموا لقلنا أصدقائنا ويسمعوا شو محضرين اليوم وشو في حكي. رح نسمع الأغنية، بقرأ بعد رسائل وبينضم لقلنا زميلي صقر البعيني. بلا فوضى قلنا وقلعنا، ريميكس فيرجن اوف فوضى كارول سماحة. على الهواء
من راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية لايف. أقوى حدا بالبشرية مين؟ علامة الاستفهام موجودة والسؤال واضح وجوابه عندي. أقوى حدا بالبشرية عنده ضمير، أقوى واحد بالبشرية بيعرف يحكي بصراحة، أقوى واحد بالبشرية منه كذاب ومنه نصاب منه حرامي يلي كتار في منون وبتأسف قول خاصة بلبنان، هلا وين ما كان حتى بأمريكا فيه، بس أقوى حدا بالبشرية إنسان الصادق. هلا في أغنية كنا محضرينها مش عم لاقيها، ما بعرف جميل كيف برملي الليست. هلا في شخص كتير 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 نحن كأسرة إذاعة منحترمه، أنا وجوزي بيير كتير منحترمه، هو عايش بنيو جيرسي، he's a producer اسمه استاذ هرير زكريا. في أغنية حضرنا له إياها لنعمل له مفاجأة وبلس كمان مستمعينا يسمعوها. هو هيز بروديوسر، هو مش مغني، هو دايما بيقول أنا مش مغني أنا مش فنان، ولكن for my own pleasure for my own أنا بحب غني. شو قولكن معه؟ حلوا عنه بقى اتركوه، حر يعمل بدو إياه، بس البروبلم إنه تغير الليست عندي ما عم لاقي جميل، وين راحت الغنية؟ anyway إذا رجعت بيّن ذاكي خلال الحلقة وقت ناخد بريك نسمعها. بدي واجه تحية لكل يلي انضم لنا. خلينا اقرا بعض التعليقات. صوصي بابيكيان مرحبا، اهلا وسهلا فيك صوصي، ذكريني من اي بلد عم تبعيني. مارال تاشيان شكرا على الورد الحلوة، انا بقدم لك باقة من الورود. سيتا شاهينيان ألف مرحبا، قالت لي مرحبا ستيسي، ألف مرحبا، يعني نحن اللبنانية والأرمن بتعرفوا عنا بحبوحة، بدل مرحبا مرحبتين وثلاثة وعشرة وألف. مرالتا شو أنا كمان بحبك. سيلفا كيلاربيان يا هلا من لبنان. هلو هلو ليدي إن فلاورز، إن شاء الله على طول بتكون حياتك flowers, love you my dear. إن شاء الله حياتك أنت كمان تبقى مليانة بورود وبحب وبمحبة. أهلا وسهلا بسيلفا كيلاربيان يلي دايما بتنطنط وبترقص خلال الحلقة. يا هلا بعبودة عامر الحمود، شكرا للانضمام. سيلفا عم بتحيي بيير أرابيان وجميل مدور وبتقلكن يعطيكن العافية، شكرا الله يعافيك. سكور الديب هي القضيب، اجا الزلمة بوقت وعم نحكي عنه، ما معقول قدي انسان طيب لا عم نحكي عنه وطل. رير زكريان اهلا وسهلا ستيسي افيديكيان ارابيان على البرنامج الحلو، يعطيكي الف عافية وسلميلي على استاذ بيير. الله يسلمك شكرا، كأنه حسيت قلبك دليلك بدي احكي عنك اليوم. هراير ما مش عم بتبين غنيتك، اذا هلا قادر دغري بعت ليها على تيليجرام لانه تغير الليست، ما بعرف عندي وعند جميل عم ببين غير كليا عمو المعروف، رجع بعت لي اياها لدغري نحطها خلال الحلقه اليوم. حبيبة قلبي السهرة بتحلى بوجودك انت، غادة عبدالله من سوريا انضمت لنا. الليدي بطلتها وبكلامها، وما معقول شو بتحكي حلو. سلبي شاهينيان عوافي، سمعتوا الغنية فوضى، ما بدنا فوضى، عملوا شير قد ما فيكن للبرنامج، في كبسة شير تحت شفتوا ايه شير طريقة لبنانية، شيروا للحلقة. هالكلمات مركبة من وين بتجي؟ سيفت لي رقمي؟ ليش؟
حفظت رقمي؟ ليه سيفت لي؟ شيكت الإيميل؟ شيرت لي الحلقة؟ ما تدبرسني. شو هالكلمات مركبة من ام بجوا؟ ما بعرف شو ما تدبرس ما تدبرسني ما تعصبني. لا نحن منقول بلبنان ما تطلعني من تيابي. كمي خلال الحلقة منحكي عن الكلمات مركبة، بس أكيد بعد كم دقيقة رح ينضم لإلي زميلي صقر البعيني لنحكي عن أخبار معينة، والفقرة اسمها مع أو ضد، ضد أو مع. هلا ممكن نينتنا نكون ضد نينتنا نكون مع، بس جمالا صقر بس يكون مع أنا بكون ضد، بس يكون بس كون أنا ضد هو بيكون مع. كيف هاي؟ يا أبيض يا أسود، صح؟ ما في عنا جري. مثل كتار من الناس عندهم لونين بالحياة، بيكونوا بوشكن أهلا حبيبة قلبي قد بحبك وبتابعي، برم ظهره أو برم الظهرة. إيه ما بطيقة لستيسي، ماما ما بحبها، شو عاوش بتحكي كل شي بصراحة يا حبيبتي؟ تعي لقلك شو عم بحكي من جيبتي، أو أنت عم تدفعيلي لأحكي؟ أنا عم بحط من جيبتي ومن تعبي ومن كل شي، وأسست إذاعتي أنا وبيير كرميل ما نكون تحت رحمة حدا. إيه أنا صريحة بحكي هيك، مثل ما حكيت بصراحة. هرايم زكريان بيقول أنا مش فنان، أنا مش مغني، ولكن أنا بحب غني، تركوه يغني يتصرف مثل ما بده هالزلمة، ما في أطيب من قلبه، بيساعد الناس ولا أطيب من قلبه، بيساعد بيساعد وما بيسأل، بالآخر بيطلع هو مش منيح. خدوا بقى هالخبرية كيف هاي. راير بعت لي الغنية بليز هلا. تيليجرام بس تبعت على التليجرام دغري جميل بيسقط، لأنه عم بتبين عنده عم ترجع تختفي عندي، بس تبين عندي عم تختفي عنده، يعني ما منقدر نكبس على الأغنية نحطها نلعبها على الهواء لأنه مش عم بتبين. بليز رجع بعت لي إياها. بشري، أنتو برأيكم مين أقوى واحد بالبشرية؟ مثل ما أنا قلت ببداية حلقتي، أقوى واحد بالبشرية الإنسان الصادق، وأفشل إنسان بالبشرية الإنسان الصادق، إنسان غير صادق، الحرامي النصاب عنده وجين، عفوا على الكلمة، واطي نفسيته. يوف كتير منهم بحياتنا، مش برا بعيد، مش خمسة عشرة بعيونهم. يا هلا بالأخ ساركيس مراديان، الرب يحميكي وينور حياتك وبتتحقق كل أمنياتك إن شاء الله يا رب. سلام الخاص لك ولا الأخ بيير، ويا رب دوم التوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا ساركيس، كل شي بتحكي بيرجع لك إن شاء الله، أنت كمان بتبقى حياتك منورة ومباركة باسم يسوع. يي طلت هيرا هاقو بيا حتشيتي هرورة، مرحبا من لبنان. يا هلا بهيرا كيفك، سلمينا على جان. ساركيس مرادية عندي رسالة كتير مهمة لألك، أغاني الفنان فارس كرم فيها كوبي رايت، جربنا نحن نقطع أغنية وقت نعمل تيست، أكيد مش على الهوا في كوبي رايت. أنت طلبت أغنية لفارس كرم، أنا ما نسيتك خيي وما نسيت الأغنية، لأن أغنية كتير جميلة وأغنية رايقة كمان، ولكن في كوبي رايت عليها، يعني إذا بتنقطع الأغنية أو الفيسبوك رح يقطش اللايف، رح يقطش برنامجنا، أو رح يعطينا النوتيفيكيشنز يلي ما فينا خلال يمكن أسبوع أو عشرة أيام نطلع لايف، ما فينا تنين أربعة وجمعة عنا اللايف على الهواء. فيك تنضم على ويب سايت الإذاعة فور فري، أكيد بتزور الإذاعة وبتسمع اللايف، أغاني فارس كرم كلها بتقطع، خاصة يلي طلبتها أغنية رائعة وفيها كلام حلو، أغنية رايقة سلو، لها سبب بس ما فينا نقطع الأغنية على الهواء مباشرة.
فارس خنيسر ونادية بناب، أهلا وسهلا فيكم. انترونا يلا بعد تقريبا 3 دقايق 4 دقايق بنضم لإلي زميلي الإعلامي صقر البعيني. ومنبلش سوا منحكي أنا وياه فوضى. راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية 24 ساعة من دون توقف، أغاني منوعة بكل اللهجات العربية. راديو ستارز. نعم راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية دايما معكم 24 ساعة 7 أيام من دون توقف، أغاني منوعة بكل اللهجات العربية إضافة برامج منوعة. مثل ما بتعرفوا كل خميس بقدم لكم برنامج شو في ما في اللي هو من إعدادي وتقديمي أنا ستيسي أفيديكيان أرابيان. مثل ما عم بتشوفوا تحت التفاصيل للبرنامج أي نهار وأي ساعة نطلع مباشرة على الهواء ومنقدم لكم حلقة خاصة من شو في ما في. من وقت لتاني أنا وزميلي صقر البعيني منقرر نقدم حلقة خاصة واستثنائية، ولأنه اليوم في كتير حكي مع أو ضد أو مع بهالفقرة رح نحكي سوا لنشوف هو شو رأيه أنا شو رأيي وشو هي المواضيع. انترونا من بعد ما نسمع يوري مرقدي شوغر دادي. بغيب لحظات قليلة وبرجع مع صقر البعيني. على بنا الزيت ووزي ركزيلي عالرجلي. I'm not your sugar daddy baby أصلا أنا diabetic baby. I work like a donkey baby like a donkey baby. فكرتيني إيلون ماسك أنا للبيار بلبس ماسك عندي جينز وتي شيرت وحدي ياكل لبني وحتى فشتي. شو بهالفجلة ما بها شي يعني صبا صبا. Do you wanna be my sugar daddy? I'm not your sugar daddy baby. 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 كلهم عم بيغنوا شو هني أحسن مني. تحية لكل مستمعينا ومشاهدينا يلي عم بيتابعونا عبر إذاعة النجوم اللبنانية، أهلا وسهلا فيكن بعد مرة. برحب فيكن أنا وزميلي صقر البعيني. مثل ما قلت لكم من لحظات من وقت لتاني أنا وصقر منقدم حلقة استثنائية وخاصة لأنه بيكون في عنا مواضيع مهمة نحكي عنها. هلا أيام أنا بكون ضده وأيام بيكون ضدي، بس بالحياة أنا وياه منتفق. أكيد يلا خلينا نوقف الموسيقى بليز لدغري نطلق. مساء الخير، اهلا وسهلا صقر البعيني. مساء النور، اهلا وسهلا فيكي وميرسي لك على الاستضافه. يعني برنامجك الحلو اللايت واللي هادف. ثانك يو. شو بعد منور؟ شو هالموف هيدا؟ شو اليوم غير شيء؟ ها اربع كرافاتي وبيعني اليوم ايه سبور كتير لانه بنعرف تونيو برنامجك كرافات دوري مع شميز نوار. يعني خلينا على طريقه لبنانيه نحكي شميز النوار مع كرافات دوري، عرفت؟ كمان دوري هيدا صارت لبنانيه. ايه لازم نثبت انه نحن لبناني دوري كمان يعني مع اللدغه اهم شيء. الار مع انه حرف الار هو اساسا ما كان حرف ار بفرنسا الاساسي هو ار. ولكن لويس العاشر كان يبدا بحرف الار. فجبر الشعب طلع مرسوم او قرار او قانون ما بعرف شو كان بسموه بارلمان وقتها وقالوا انه جبر العالم يحكوا بحرف الار. صارت الار هي اللغه الحرف الرسمي
لفظ الرسمي. لفظ ممكن الرسمي بالأساس بلبنان، آر. بلبنان اللفظ الرسمي صار أهم قبل فرنسا حتى، عرفت صح دغري بلشوا صح. بالآغ. يعني مش عيب إنسان ما يعرف، مش إنسان ما يكون إنسان مثقف، بس عيب إذا ما بيتعلم، لأنه في ناس مش مثقفين، في ناس ما بيعرفوا ولكن ما بيتعلموا، هون العيب. يعني بيقولوا الكلمة حتى لو ما بتركب هيدي الكلمة بهالجملة بين الباسي والبريزون والإمبارفي والباسي كومبوزي والأشياء اللي تعلمناهم بالمدرسة، ما بتركب الجملة، بس أهم شيء بدهم يحكوا فرنساوي. هذا المهم، صار برستيج أكثر ما هي لغة، ويمكن أوقف في ناس بيحكوا غلط. صار قلت لي برستيج، برستيج عمول معروف، مش برستيج، برستيج. أنا بحب أحكي الأصيل، الأغ الأصلية اللي هي أغ. برستيج، إيه لازم نقول برستيج، أهم شيء البرستيج. إيه. مثل إديت بياف. يعني بيركوا على الكلمة برستيج، أهم شيء المهم البرستيج. برستيج. تعرف يا. إديت بياف. يا فور شور. أنا بعرف في صديقة، هي مش صديقة مقربة، عم بحكيك من تقريبا 12 سنة وقت كان بلبنان، هيدي صديقة خبرتني انه هي مبسوطة اخدت فيزا على امريكا، بدها تسافر على امريكا لانه كان لها فترة مش شايفة اختها. بسيطة رح اقول اسمها حتى لو عم تحضرني، اسمها كورين. قلنا لها كورين قدام سافرة عند اختك؟ قال لها هلا انا اخدي فيزا بس يمكن ما طول يعني. قلنا لها اوكي، قال لها معك، سافرت. رجعت وقلنا لها اهلا وسهلا، رحبنا فيها وكل شيء. صارت بس نقول لك كلمة يا او ماي جاد او يا، قلنا لها كورين بس انت ما غبتي كتير يعني، قدي رحتي على امريكا؟ قالت 20 يوم. قلت لها يا كورين منيح بعدك بتحكي عربي، منيح بعدك ما نسيتي العربي، يعني بين كلمة وكلمة او يا او ماي جاد، لانه نحن معودين او ماي جاش او او يا يا، هيدي الكلمات يا كتير منقولها. فعشرين يوم نسيت العربي. نعم يا حرام، صارت تقول يا او ماي جاد. شو رايك بهالناس يلي بيتباهوا بهالطريقه انه هن بيعرفوا انجليزي وهن راحوا على امريكا؟ والله يعني الله يعينهم، لانه عن جد مشكله كبيره عليهم هن، انه يمكن يقعدوا مع ناس ما بيعرفوا انجليزي بالمره، بس يمكن يقعدوا مع ناس بيعرفوا انجليزي، وفترض هؤلاء الناس حكوا بالانجلش على طول، شو بيعملوا ساعتها؟ فوتوا الحيطان. اهم شيء التباهي، انه هن بيعرفوا اللغه بيحكوا، مش مهم اذا بمحله او مش بمحله يلي عم بينقلوا بمحل الكلمه او لا. اليا او ماي جاد، عرفت يا صقر ما يقولون يا يا، اهم شيء يا. صار من بعد هيك دردشنا انا وياك شوي امبارح، ما معقول ان كانت مواقع الالكترونيه او مواقع التواصل الاجتماعي، ما معقول ما هديو كتبوا خبر عن الاعلامي اللبناني هشام حداد، عم بينحكى عن انفصال عن زوجته بعد زواج دام 12 سنه من دون كشف عن اسباب هالانفصال. هلا يلي انا شفته شخصيا، هشام علق على الخبر، على خبر الانفصال، وقال لكل صحافي عم بيجرب يدق لي ليعمل سكوب على حساب خصوصيتي وحياتي الشخصيه، تاكد اني ما رح رد. لو انا بدي احكي شيء عن حياتي كنت حكيت مني لحالي، حياتنا بتخصنا وحدنا. وعلى فكره المهم انه انا وناتالي هالمره العزيمه والاولاد بالف خير، وحياتنا مكفيه للاحسن ان شاء الله، ان كاي بكل حدا ما بيرد لنا الخير. ماركو كارل بيسلموا عليكم وبيقولوا لكم انهم مبسوطين هالايام اكثر من قبل حتى. شو رأيك بهالخبر أولا؟ شو رأيك بيلي صار على السوشيال ميديا، على الويب سايت اللبنانية؟ شو رأيك بيلي قالوا؟ أنت مع أو ضد؟ للصراحة أنا مع، لأنه أيام نحن ما بنعرف شو فيه بحياته الخاصة، هو أكثر إعلامي ما بنعرف شيء عن حياته الخاصة، بنعرف ولاده أسماء ومرته شو اسمها، ولكن ما بنعرف مرتاحين مش مرتاحين، يمكن يكون منه مرتاح، ويمكن الاولاد كمان بسبب خلاف بين هشام حداد ومدانته كمان يكونوا تعبانين، مشان هيك طلع قال انه هن مرتاحين اكثر من قبل. اوقات بيكون الطلاق هو حل. انت هيك رايك؟ مظبوط؟ ما بعرف. انا رايي انه مع انه يكون يحكي بهالطريقه هيدي، والاعلاميين يتفضلوا يقعدوا على جنب، يلي اصحاب السفره بدها خبر من هون وخبر من هون. يعني انت مع يلي صار؟ نعم. وانت؟ انا ضد. مع يلي قالوا هشام، ضد الصحافة وضد
الإعلاميين والصحفي صفري اللي سميتها أولا. نعم. هشام حداد إعلامي محترم وعنده اسمه وعنده مركزه، هو حقه حياته الخاصة يحتفظ فيها. لشو هالمواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المزيفة قاعدين يطرحوا ويجمعوا ويكتبوا اشياء؟ شو خاصكم بحياة الفنان؟ شو حياتكم؟ شو خاصكم بحياة الاعلامي؟ شو خاصكم بحياة الممثل؟ شو خاصكم بهالشيء اللي صار؟ هلا انت مع، عم بتقول مع يلي صار او مع هشام يلي كتبوا يلي قالوا؟ انا بحكي مع الطلاق اللي صارت مع انه هالفكره هي، لانه وقت بتكون حد مع اللي قالوا هشام انه قطع الطريق على كل اللي صحافه وكل مين بده يتألفن وبده يصير باول حكي من هون. هو قال هشام حدد كذا وقال لزوجته كذا، مشان يقطع هذا الموضوع. انا مع اللي قالوا. انا كمان بدي وجه تحية للاعلامي والممثل اللبناني هشام حداد. انا كتير حبيت الجملة وقت قال لكل صحفي عم بجرب يدقل اللي يعمل سكوب على حساب خصوصي وحياتي الشخصية تأكد انه ما رح رد. هيدا احسن حل، لانه اذا ما ردت هني رح يمكن يعصبوا اكتر، رح ينزعجوا اكتر. بس شو خاصكم بحياته؟ الزلمة تزوج. إذا بدكم أخبار فنية عن حياته الإعلامية وعن حياته كممثل اكتبوا قد ما بدكم، دقوله. بس بدكم تعمل سكوب، هيدي قصة السكوب صارت كتير موضة بعتقد آخر فترة. يعني أي حدا طلق أي حدا تجوز دغري بدهم يعملوا سكوب. فضايح يعني فضل شيرين. شيرين وقت حكينا بحلقة من الحلقات كنا سوا بشو في ما في، كان عن شيرين عبد الوهاب كمان ما كلمة تتنفس بيكو شيرين قالت كذا، انه خلص خلوها لحالة يعني عن جد عم يتعبوها. بعتقد انها كنت ضد الخبر، ونحن نشرنا فيديو وقت طلعت مع الاعلامي اديب عمرو، وكمان حكيت اشياء وفضلت تفوت على الحبل. عمرو اديب عفوا، بعتذر. قال بتفضل تفوت على الحبس، وقالت كتير اشياء وزعلانة من شركة روتانا وفي خلاف بيناتهم. يعني هيدا الاشياء ما لازم تنحكى على الهواء. في عندك خلافات، المحامي هو بيتصرف، هو بيعمل اللازم لانه بيفهم بالاصول وبيعرف شو هي القوانين. في هيدا هيدا المقطع الصغير نشروا شباب عنا على صفحة راديو ستارز، بيقدروا يحضروا للفيديو ويسمعوا شو قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب يلي كتير أخذت ضجة وقتها. طالما عم نحكي يعني عن تفضل شيرين، خلص تحسس تنفذ موضوع زواجها من حسام، وصار رجعت له ما رجعت له، صار شيء يعني أوفر، صار بطل مقبول. وأنا شخصيا بطلت أسمع ولا خبر عن شيرين. نزل اللي قابل حبيبي لك مالله صوت، خلص غني وبس. صح، انا هيك بشوف. صوت رائع، حرام. صوت رائع يعني لشيء 5 سنين بهالمشاكل ومشاكل ومشاكل وخبيط وقص شعر وشيء عنفي. صح. شيء مش طبيعي. يعني هيدي الاشياء خاصة لازم تبقى بين اثنين. يعني انا رح اعطي مثل عن جد فعلا فعلا انا بسميهم مثل أعلى ككابل، كانوا توني باروت وكريستينا صوايا، طلقوا على السكت، ما حكيوا شي عن بعض. جربت كتير وسائل التواصل الاجتماعي والويب سايتات، جربوا يحطوا وصفحات المزيفة على سوشيال ميديا، جربوا كمان يكتبوا اشياء، بس هني ما ردوا لأنه هني كتير كبار بأخلاقهم. تحية لملكة جمال لبنان السابق، تحية للفنانة كريستينا صوايا، تحية للإعلامي توني بارود كمان. فعلا هودي مثل لازم يتمثلوا فيهم كلهم. هذا يكون بهدوء انه شاف يمصوا بعضهم ويجرسوا بعضهم على السوشيال ميديا، ما لنا حلوة ابدا. صح. الا اذا كانوا متفقين يعملوا هالشي ليجيبوا مشاهدات، ليجيبوا إذا كان مثلا على تيك توك حكوا تيجي مشاهدات أكثر وبصير يتفاعل الفيديو بيربحوا مصاري. مثلا عم بعطي مثلا، مش عم بحكي عن توني باروت، توني وكريستينا ولا كريستينا يعملوا هيك. صح. فأفضل شيء يفلوا بهدوء.
هيدا الحل الأنسب. صح، في كتير هيك. شو رأيك عم بيتجوز وطني رني على السوشيال ميديا، عم بيطلقوا كمان عم بيعملوا طني رني، شو صارت موضة؟ بعرف أنا وقت طلقت الفنانة نورهان عملت بارتي لأنه طلقت، she got divorced، كانت كتير مبسوطة عملت حفلة. شو رأيك بهالأشياء اللي عم بتصير على السوشيال ميديا صائر؟ هل أنت مع أو ضد يعلنوا طلاقهم على السوشيال ميديا؟ شوي منشوف من جمعتين ثلاثة كانوا مع بعض منزلين صور ومبسوطين وفرحانين، بعد أسبوعين من الخبر منشوف خبر طلاقهم دغري بيعلنوه على السوشيال ميديا، مع أو ضد؟ لا صح، لا أنا ضد هذا الشيء. ليه؟ أحلى شيء بهذا الموضوع ميريام فارس. ميريام فارس لم نعرف زوجة مين ولا شو اسمه ولا شفنا إيده أي، بس أحلى شيء هيك. لا أنا ضد. طب أوكي الله يخلي لي إيه، طب لشو عم بتخبي جوزك؟ زلمة كبير بالعمر، شو هيك ايه انه حدا رح يجي يسرق مثلا؟ موضوعنا مش هيدا، بس انت ضد يلي عم بيصير على السوشيال ميديا صح؟ لا انا مع، انا مع، ما في ضوابط ابدا، ما في ضوابط. انا مع صقر، لانه الفنان وقت بده يطلق ما رح يجي يدق لكل الصحفيين ولكل الاعلاميين لكل الفانز ولكل اصدقاء وزملائه، خلص بيعلن خبر الطلاق على سكت، اكيد من دون ما يصير في بهدله ويشرشحوا بعضهم، ولكن بيعلن الخبر على السوشيال ميديا تم الطلاق حبيا وما بعرف شو واتفقنا وخلص انتهى هون. ليش انت ضد يعني يعلنوا عن طلاقهم على السوشيال ميديا؟ يعني نحن بهمنا من الفنان شو بهمنا؟ اذا كان بيغني صوته، اذا كان بيمثل تمثيله ومسلسلاته، كاتب نفس الشيء. طيب انه طلق هشام حداد مثلا، بعطي هشام حداد، انه نحن شو اجينا؟ شو زاد لي بحياتي هالخبر مثلا؟ بينما قليل عامل هداه هشام حداد بروجرام جديد على محطة جديدة بيهتم له وبتابعه، بس انه ترك هشام حداد يصطفل جوز خبرنا مثلا؟ بلا اعلن ونزل صور وقتها تجوز و... ايه بس انه عادي، يعني مش انه يعني شو بهم الفنان او الببليك من هالشغلة هذه؟ بهمني صوته، بهمني برامجه، بهمني هيك مزبوط؟ انا هيدا رأيي يعني. او اذا طلق خلص اعلن الخبر على السكت، وشو بدكن في اصلا؟ شو بدهم هالمتابعين على السوشيال ميديا الناس يلي بيكتبوا تافهات، عفوا على العبارات يلي عم بستعملها، التافهة يلي عم بتصير على السوشيال ميديا، شو بدكن بحياته؟ تركوا طلق او بعده مجوز هشام ونتالي، بعدهم مزوجين، الله يعطيهم ايام حلوة يا رب، وان شاء الله دايما من نجاح لنجاح. ولكن بعتقد سوشيال ميديا كمان له سلبياته يعني صائر. اكيد نحن اكيد هذا عم نقدم ناس عم بيشوفونا، هيدي من الايجابيات، ولكن سلبيات هالقصص يلي عم بتصير صح. غير انه عم نشوف اشياء معيبة، يعني انا ايام بقول ياي بعمل هيك بحط ايدي، ياي شو هالصور عم شوف، شو هالفيديوز عم شوف، شو هالمناظر عم شوف، يعني واحد اذا بده يحكي حتى بيستحي يحكي، عيب يعني. انا بخشى من اشياء عم شوفها للأسف. صح، يعني ما في ضوابط، ما في هيئة رقابية على السوشيال ميديا، الا اذا ما رأوا شيء سياسي ممكن يكون في هيئة رقابية، بس اشياء اخلاقية واشياء مخلة بالاداب انه قليل ما يصير في كشف عليها انه ملاحقتها. منقطع اغنية قال في كوبي رايت ما فينا نقطعها وبيقطعوا لنا البث، هونيك في اشياء يعني معيبة عم بتصير او صور او فيديوز، لا ما في كوبي رايت عليهم، بيقطعوا لانه فيسبوك بيقبضوا كمان ما ننسى. طب هيدي كوبي رايت الاغنية، نحن عم نقدم الاغنية، مثلا انا عندي مستمع اسمه ساركيس طالب مني اغنية فارس كرم، ما بقدر، انت كمان بتعرف ببرنامجك اغاني فارس كرم ما فينا نقطع، منقطع على الاذاعة لانه اذاعتنا، ما في كوبي رايت، نحن مش حاطين كوبي رايت على شيء ولا بنقبض على الاغاني، كله فور فري، بس الفيسبوك ما بيسمح لنا نقطع أغنية أو أغاني فارس كرم، لأنه وقت سجل الأغنية اللي طلبها ساركيس كانت لروتانا، وروتانا عاملة كوبي رايت. أكيد إذا أي غلطة بتصير يعني أنت أخبر شو عم نتلوى بلولا الماضي. صح، ببرنامجك لولا الماضي نحن نمرق أغاني قديمة تراثية من اسم البرنامج، ولكن ممنوع هيدا الشيء. صح، يعني نحن بنتمنى نقطع اغاني سفيرتنا للنجوم ست فيروز، ونقطع للشحنورة صباح الله يرحمه الكبير وديع الصافي، بس هودي ما فينا، في كوبي رايت على الفيسبوك ما بيقطعوا هالاغاني. صح مجبورين، ما في غير حل،
بدنا نطول بالنا وشكرا لتفهم المستمعين والمشاهدين. قبل ما نطوي صفحة سوشيال ميديا وانتقل على غير موضوع، من حوالي سنة وقت بدأت الحرب بفلسطين، مش بس بفلسطين، يعني الحرب بعدها مش بالأزايف، في حرب اقتصادية وفي حرب من غير نوع بلبنان وبسوريا وبالعراق، بكل بلدان عربية في حروب عم بتصير للأسف. طلعوا بعض البلوجرز والانفلونسرز نتضامن معكم وصور بكي وايموتيكنز الكراينج ايموتيكنز وهالقصص، ونتضامن معكم صاروا ينزلوا صور اطفال بتداموا هالقصص كانه كانت مؤقته. هلا صاروا عم بينزلوا صور فيكيشنز، شي بباري، شي بسويدن، شي بيونايتد كينغدوم، لندن، ايه شي كانه هالبلدين مسكين، كمان هيك دي ساك مع مارك وشوسيغ وما بعرف شو مع ماركات مهمه. انت مع او ضد انفلونسرز والبلوجرز يعملوا هالاشياء على السوشيال ميديا؟ أكيد أنا ضد هالموضوع، لأنه يعني كمان كل شيء زاد عن حده بطل حلو، يعني هن عم يزيدوا كثير أشياء، فأنا ضد هذا الموضوع. أهم شيء الماركات يعني العالمية مسكين ساك لا تبين الماركة من برا، ما بدي أعمل دعاية، يدفعوا لي لأعمل دعاية ولا ما بعمل دعاية. كمان مطربة عربية كبيرة تلبس كوفية تطلع تتصور إن هي لبس كوفية، انه بس مشان شو انا عملت فوتو سيشن مشان انه تلبس كوفية تطلع تفاجئ انا لبس كوفية، هيدا استعراض صار، بطل حب للقضية الفلسطينية ولا شيء ابدا. عرفت عن يعني اذا في شيء عرفت عن مين عم تحكي، للأسف انا كمان شفت الصورة. انا عملي فوتو سيشن بس شوفوني شي بشجع فلسطين، لا مهم بالقلب شجعي، صح مهم تعملي عمل تشاركي بعمل عن هالقضية هاي. إذا كنتي كاتبة كمان اكتبي عمل عن هالقضية هاي، فهيدي صار أنا صراحة ضدها. أنا كمان بهالموضوع يعني just zip it and support your Palestinian brothers and sisters، ما في لزوم تعملي فوتو سيشن كرمال هالموضوع. أصلا هيدا الموضوع مبكي محزن، كل يوم أطفال وكل يوم عيال وأبرياء، يعني مش نعمل فوتو سيشن من فترة صح. يعني بالبدايه نزلوا هالانفلونسرز والبلوجرز قد ما بدك عم بيتضمن ويو يو يو هاد الدموع المزيفه، عرفت الدموع التماسيح بنسميها، بس هلا مش فرقاني معهم شي برونزاج سي ساك افيك دي مارك بروفيسيونيل وانترناسيونال، عم بحكي على طريقتهم هن هيك بيعملوا دعايات، عرفت يعني ما في شيء كانوا هون يعملوا ابدا. بس بس لك انا ما بعتبرهم كثير هن البلوجر يلي هن مبتدئين، اداء له تيك توك بالساحه وهن مش امبارح مش من اول ما بلش نازلين يعملوا بلوجر. مين بلوم الفنانين الكبار يلي كانوا يغنوا الوطنيه والعروبه ما بعرف شو يلي غايبين عن الساحه منهم، ويلي موجودات وموجودين بالساحه بيكونوا عم بيغنوا اشياء رفع عتب، يعني اذا غنوا غنيه بيكون رفع عتب عن فلسطين للأسف. يعني ما في حب عميق لهالقضية حتى تنتهي. صح للأسف. تعال نتوي هالصفحة يلي كتير بشعة اسمها صفحة سوشيال ميديا، لأنه الهيئة سلبياتها أكتر من إيجابياتها. صح. بدي أحكي عن الفنان الشاب وليد الحلاني يلي عنده صوت ولا أروع مثل بيو ومثل أخته، صوت رائع رائع. قال وليد الحلاني أنه بعد ما قرر يخوض مجال التمثيل لأنه انعرضت عليه أدوار تمثيلية إن كانوا مسلسلات أو أفلام سينمائية. الإعلامي صقر البعيني، هل أنت مع أو ضد الفنان يلي بيغني، مش الفنان بما لأنه وقت تقول الفنان بيكون شامل، الفنان يلي بيغني هل أنت مع أو ضد يخوض مجال التمثيل أو بيكون دخيل بهالمجال؟ عم بسأل لأنه أنت كمان ممثل عندك أدوار حلوة وأنت ناجح كممثل كمان، هل أنت مع أولد؟ هل أنت مع أو ضد؟ أنا لا ضد هذا الشيء هذا، لأنه بتذكر من زمان كمان كان ميز البياع وكان الفنان محفوظ الألقاب أحمد دوغان يقولوا كمان نفس الشيء، إحنا ما بدنا نمثل، عم ينعرض علينا وما بدنا نمثل. بالعكس التمثيل حلو، يجرب. هلا انت مع او ضد؟ مع انه يجرب التجربه، ايه كل التجربه مع. انا ضد.
ليه؟ أوكي نطرت ليه. قد ما عنا ممثلين هالأيام كل يلي بيزبط شعره، كل يلي بيعمل ميك أب، كل واحد بيصغر واحد أو واحدة، عم بحكي كشخص أنا يعني، عم بحكي مذكر لأنه عن الشخص عم بحكي، كل نعم. واحد عنده شوية جسم حلو ماسلز بيروح على جيم، وكل واحدة عندها قيمة وشاركت بمسابقة ملكة جمال أو مسابقات جمالية، دغري بدهم يفوتوا يمثلوا. عنا كتير ممثلين. طب أنت انعرفت كفنان، مش بس حديثي عن وليد الحلاني لأنه هو قال أنه أنا بعد ما قرر يدخل مجال التمثيل، يمكن لأنه مش جاهز بعده الفنان. نعم. وقت بده يغني حبيني عرفني كفنان عنده صوته، مع احترامي لكل يلي غنوا ومثلوا كمان، بس نحن ما عم نقدر نتقبلهم لأنه ما عم بيقنعونا بالتمثيل. عندهم صوت ربنا عطانا إياهن، يعني عنده صوت رائع وليد الحلاني أو غيره. صح. كمان كتار من الفنانين. طب نحن حبينكم كفنان بتغني، كمغني، كفنان، كمطرب، اترك التمثيل لأصحابه. لأصحابها مظبوط. ايه لأصحابها خلي، يعني في أربابها كمان هالمهنة، ليش بدهم كمان هني يجوا من الغنى دغري على التمثيل؟ هلأ قليل كتير برعوا باتنين، بس ثلاث أرباعهم ما نجحوا، غنوا ومثلوا، ولكن الناس بلشوا ينسوا بين إذا بدي أسمع عم بغني أو بدي شوفك عم بمثل. لا أنا بدك عم بتغني خليك عم بتغني، عم بتمثل خليك بالتمثيل. لأن مين ما كان اليوم عمل هيك صوته، لك أنا هلا على السوبرانو طالع عم بفرجيكم أنه عندي صوت. والله لازم تغني أوبرا. أنا بسأل المتابعين هل بتغني أوبرا ستيسي ولا لا؟ شو هني أحسن مني؟ مش هيك بيقولوا بلبنان؟ شو هي أحسن مني؟ وبتطبقى تطبقى مع جوزة، وبدي سيارة فيمي، وبدي مرسيدس آخر موديل، ما بعرف شو جارتي أحسن مني، حرام بيعمل فوق وتحت ديون ليجيب جيب لها سيارة. هيك بلبنان صح؟ لنبقى بموضوع عم بتصير يعني هيدي، لنبقى بموضوعنا أنه أنت فنان عم بتغني خليك بالغنى فقط، شو بدك بالتمثيل خليك عم بتمثل، اذا انت ممثل شو بدك بالغنى. في منهم عم بيضيعوا فعلا، عم بيضيعوا صار يعني ما عم بيعرفوا اذا بدي احبه كمغني او بدي احبه كممثل. 100% صح. ويمكن في كتير ممثلين كان ايام زمان درجي، ايام فريد الاطرش، موسيقار فريد الاطرش، والعندليب عبد الحليم حافظ، كانت الموضه درجي، لاي ما كان في وسيله تسويق الاغاني اللي هن عم بيغنوها غير عبر السينما، مش هيك كانوا يخوضوا من دمار السينما، مع انه نعرفهم ما تمثيليه مش كتير قويه. لا فريد الاطرش ولا عبد الحليم حافظ، ولكن كان عنده كاريزما، في جمهور كتير. اول شيء كان بيعوا على شباك التذاكر باسمهم هن الفني والعريق وكذا، وكانوا كمان يأدوا أغانيهم. مثلا فريد الأطرش الأغنية اللي لحنها يطلعها عبر السينما وتنتشر، غير هيك ما كان في وسيلة انتشار صح يعني. من زمان ما كان فيها السوشيال ميديا، منيح بس تلاقي في شيء تفضل منيح انه ما كان فيه، لأنه فعلا مثل ما قلت يعني سلبيات السوشيال ميديا أكثر من الإيجابيات للأسف هالأيام. صح صح صح. يعني المطرب بينزل أغنية لا يستفيد منها ماديا، بيلاقوا نشروها على السوشيال ميديا ما عاد إلى أي مبيع أساسا. على أمل هيك رسائلنا توصل، لأنه نحن دايما معودين أنا وياك نحكي بصراحة والأشياء مثل ما هي، بنحكي عنها من دون ما نكون مزيفين، من دون ما نبيض وجهنا أو نبيض طناجر على طريقة لبنانية كله اليوم. خلينا نسمع برعاية مين البرنامج، ومن بعد الجينجل يلي رح نسمعه رح ناخد وقفة موسيقية، لأنه بدي أحكي عن هالأغنية بالذات وعن الفنانة يلي رح نسمع أغنيتها. نسمع برنامج شو في ما في برعاية بيانيل جولري.
رسالة من ساركيس موراديان بيقولوا عيد ميلادي ب 28/9 تذكرونا بشي أغنية. يلا بس تخلص هالأغنية بدنا نغني لك هابي بيرثدي ساركيس. 28 سبتمبر بعد في وقت. مساء الخير استاذ صقر الرائع والغالي، لك مني حبي واحترامي ولمقدمة البرنامج الشمس الذي لا تغيب الغالية ستيسي جميلة. شكرا ساركيس. هلا بيرد عليكم صقر. مرسي بعرف عيونه مش عيونه. يا هلا يا هلا صقر اللي بعيني منور. بتقول سيلفا يا ناس ما بقى بدي الأغنية، أنا رح دندنا مع نفسي بغنية أهم شي لا يقطعوا البث. صوتك ببالي طلبة. أغنية كتير حلوة لفنانة باسمة، وتحية من غادة عبد الله. يسعد مساك استاذ صقر. بدي وجه تحية لكل المستمعين اللي عم بيتابعونا عبر الإذاعة فقط، أكثر عم بيتابعونا دايما، عدد المستمعين أكثر من المشاهدين. يلي عم بيسمعنا على الإذاعة تفضلوا على الفيسبوك، هيك بتشوفوا صقر البعيني والموف يلي لابسه اليوم. Radio Stars from Los Angeles, California. من بعد ما سمعنا أغنية رائعة الريميكس فيرجن عيونو، عيونو نصائر ايه شوفوا زرق مثلي كأنه خية وما بعرف. لكن سمعنا من الفنانة باسمة، سابقا الفنانة باسمة أغنية عيونه، أغنية كتير حلوة صوت رائع، ولكن صح. الفنانة باسمة قررت الاعتزال من كم سنة وقالت أنا بدي أختم الرب، سلمت نفسها للرب وصارت مرتلة بدل مغنية. شو رأيك بي اللي عملته باسمة؟ هل أنت مع أو ضد؟ أول شيء بحب حي كل المتابعين اللي بعتوا لي السلام معك ستيسي، أستاذ ساركيس وسيلفا وغادة، تحية كبيرة لكم ولكل المتابعين سواء عبر الراديو أو سواء عبر الفيسبوك. بالنسبة لموضوع باسمة، الاعتزال بيكون اعتزال كلي، ولكن الفنانة باسمة من شي شهر يمكن أو جمعتين عملت مقابلة كمان وشارشة حال الدنيا كلها، ما خلت حدا من شر. سمعتيها؟ لا. وقت حكيت بمقابلة انه ليه تركت الفن، ولانه الفن ما انه منيح، ولانه عرضوا عليها اشياء مش منيحة تعملها حتى تنجح، من هيك هي تركت الفن. اوكي، وين كانت المقابلة؟ وين معروضة؟ وين حطينا؟ شفتها انا على تيك توك. ناسي مع مين، اي مقدم برامج او مقدم برامج كان. بتفاجئ المقدمه انه ولو هالقد يطلبوا منك بهالوقائع، هاي اشياء كثير جريئه كان عم يطلبوا منها هي او رفق فلان، يعني انه مضي معنا كونترا كشركه بس بدك مطلوب منك ترفق فلان انه بس يروح يجي تروح معه، انه عم ترفقوا فنانه، وكمان في شيء يمكن يطلب اشياء اكثر من المعقول يعني. فأنا برأيي إنه خلص اعتزلتي وفتي على الدين، إن شاء الله إنه تثبت بالموضوع، خلص خليكي ما تزلي أي مقابلة بدي أعملوها، أنا بعتزل أنا معتزلة. طب هي هالفنانة طروب مثلا لما اعتزلت ما عادت عملت ولا لقاء،
غني ولا غنت حتى كمان. صح، هاي أصول الاعتزال. صارت متدينة، لبست الحجاب، تحجبت وابتعدت عن الفن كليا. كليا، مقابلات آراء أو شيء ولا شيء، ما بتستقبل حدا. بس طلعت بحلقة خاصة بفنان محمد جمال لأنه هو كان زوجها صح وبتحبه كتير هي وبحبه بعض، بس ما جم الأولاد تركوا، يمكن تركت له مجال مشان هالموضوع. نعم. فكانت ملتزمة جدا يعني المقابلة، حتى كانت ما غنت بالمقابلة، ولكن طلعت جبرت خاطر أو رد جميل لزوجها المخلص اللي بيحبوا بعض كتير. نعم. هلا انت ضد، صح؟ طب. قلت لي انا بهالموضوع مني مع مني ضد. لا اقول لك ليه. ما عندنا خيار ثالث. رح اقول لك ليش مع او ليش مني مع وليش مش ضد. اولا اعتزلتي لانه انت قلتي في نداء من عند ربنا وحبيت سلم روحي وسلم صوتي لربي، which is very good amazing، عندها صوت رائع يعني. وقت بترتل باسمة أنا بتنزل دموعي، هلا قد صوتها بيأثر فيي، سمعتها بترتل كتير خاصة وقت بترتل للعذراء، صوت لا يعلى عليه، صوت رائع. ولكن وقت الفنان أو فنانة بدها تعتزل وتخدم الرب وتسلم صوتها للرب وتسلم روحها للرب، خلص لا مقابلات ولا أغاني ولا أي شيء تاني. بدك ترتلي في ريسيتال ميلادي أو في ريسيتال أي شيء خاصه بالأغاني الدينية طبعا، روحي رتلي عملي وجباتك ورجعي، ما في لزوم تطلع بمقابلات أو أنت مين ما كان تكون فنان تطلع بمقابلة وتقول فن كان هالقد وسخ والفن عمل هيك والفن كله تربيح جميلة والفن كله مصاري و و و. يعني إنسان وقت بده يكون مخلص لشي اللي عمله بحياته، زيبت اونلي زيبت، ما بقى تحكي عنه، خلص سكره. نعم. سكره يا عمي، في سكاتش تيب لزقه، سكره ما بقى تحكي. صح. ما انتو كنتوا وقت بالفن فن كان واو بعقد وكان كل شيء منيح، وقت تركتوا الفن بطل يسوى والفن كان يجري بالدم والعروق ونداها الفن نداهيما يعني. ما بعرف كيف بنقضوا حالهم. تمام. خلص مثل ما بتفضل من شوي انه ترك، بدك تعتزلي وبكل قناعه انسي شيء اسمه تلفزيون او راديو او شيء كمقابلات عم بحكي. بس انا حبيت انه تركت الفن لأنه فن منه نضيف، كل بيعرف بالفن في كتير تنازلات، في كتير بتاخد وبتعطي، ايه يلا بيمشي حالك لأنه في عندنا العالم العربي بس هيدا الشيء، ما بتصور بالأجانب موجودة هالشغلة. في 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 كمان موجودة هالأشياء عنا بأمريكا لأكون صادقة، ولكن أنا حبيت كيف اعتزلت الفن وسلمت صوتها وروحها للرب، وإن شاء الله رب بيباركها وإن شاء الله دايما تبقى مرتاحة. بس بطلب من حضرتك رجاء خاص باسمة، وقت بدك تطلع بمقابلات احكي عن الرب، نوري الناس، نوري عقولهم، لأنه في كتير تنصيب وكذب وناس بتخدع أصلا. وقت إنسان بده يخدع بيخدع نفسه قبل شيء. عطينا نصايح من تجربتك، ما تقولي الفن كان هيك وهيك، ما حضرتك كنت فنانة والفن كان عم بيجري بعروقك، أوكي فهمنا، بس هلا وقت سلمتي نفسك وصوتك وروحك للرب بطل الفن بيسوى، ما بدنا نعرف عن يلي كنتي فيه، خلاص it's from the past it's gone. نحن بهمنا هلا طلعي عطي نصايح ونوري الناس، نوري عقولهم وقولي لهم قدي رب مهم بحياتنا، قدي العذراء مهم بحياتنا، قدي يسوع حسب كل اسم حسب دينه حسب قناعته، ولكن في الله واحد، ما في الله مسيحي الله مسلم الله درزي الله سني الله شيعي، ما عنا عنا الله واحد. أهم شيء نوري عقول الناس ونوريهم وضليهم على طريق يلي فيها نور ساطعة من عند ربنا. هي رجاء خاص من إعلامية لبنانية لحضرتك. يمكن بعد تقولوا ياه شو بدك عم تحكي هلا شو خاصة، لا نحن إعلاميين، أنا وسأر كإعلاميين حقنا نبدي رأينا بكل حرية لأنه في حرية تعبير بمهنتنا. مظبوط، لو الحرية ما كانت المهنة موجودة أساساً.
بس أنا مع أنه تطلع بمقابلات كرمال بس مثل ما قلت رتعت النصايح وتحكي عن تجربتها مع ربنا وتنور عقول الناس وتنور الناس وتعطي نصايح تعطي يعني تقول الكلام يلي فعلا بيخلي هالكلام بهز الشخص وبيرجع بيقول لا أنا كنت غلطان بمكان ما وبطلب السماح من عند ربنا ليكمل حياته صحيح. أنا مع أنه تطلع بمقابلة بس تحكي بهالموضوع. طيب أنا مع كمان أنه لو اعتزلت الفن تعتزل هي الغناء ولكن تتفرغ للتراتيل، صوتها حلو رائع، تعمل سيديات، تعمل كاسيتات توزع على العالم، انه كمان يعني يعرفوا انه في عندنا مثلا راهبة بتغني حلو. هي تفرغت للتراتيل صار ما بقى عم تغني اغاني صاخبة بس ما عم تسجل مثلا سيديات نزلوا على السوق او شيء، في كتير فنانات بينزلوا هي ما يعني مرة هيك وزعوا شيء لقالها كنا باحتفال معين بس ما بتلاقي في سدالة بس ما انه هيدا تراتيل مثلا. ما بدي اتأكد اذا في سدي ولا ما في سدي، يمكن عملت ألبوم تراتيل او ما عملت او سجلت تراتيل بس مش خاصة لها، بدي اتأكد من هالموضوع لانه نحن ببرنامجة بنتأكد ونرجع منقول، بس بدي اتأكد اذا في سدي او في سدي نعم ألبوم او ما في. أهم شيء بس تتركوا الفن وبس تتركوا رجالكم، تتركوا نسبتكم وطلقوا، ما تطلعوا على سوشيال ميديا وبمقابلات تلفزيونية وبرامج تاك شو، بلشوا تحكوا سلبياً إذا ممكن نحكوا إيجابياً لا تأثر هيدي البوزيتيفيتي اللي عندكم إياها، just spread your positivity للعالم ياخدوا من إيجابيتكم، ما تحكوا إشياء نيجاتيف لأنه بتأثر أول شيء على نفسيتكم على نفسية اللي ناس كانوا يحبوكم ويتابعوكم. ستيسي بنسألك بتوثقي بالحياة بشخص هيك مثلا اعتزل الفن لأنه الدين ربنا نداك بالشي شوي فجأة تلاقيه عم يطلع على التلفزيون ويحكي مقابلات، هؤلاء الأشخاص بتوثقي فيهم بحياتك؟ برفض جاوب لا برفض جاوب على هيدا السؤال لأنه بخلي جواب بيني وبين نفسي. تعرف ليش؟ لأنه شو ما بتجاوب عطول في حدا ناطرك بالزاوية بده يقوس، فبحتفظ بهالجواب، بحتفظ بجوابي لهالسؤال نوعا ما الناس بتعرفني ويمكن بيعرفوا شو كان بده يكون جوابي، بس أنا بوثق بيلي خلفني، بوثق يلي تجوزته، بوثق بربي فقط. صح صح صح. نحن عنا بعد موضوع بدنا نحكي عنه، خلص وقت البرنامج بس بدنا نحكي أنا وياك بس نبلش نحكي، ما بنعرف نسكت ما بنعرف نسكت. بعد في موضوع احنا التقينا كمان ما فينا ما هلا برنامج مدته ساعة ونص هيك محطوط على ويب سايت الإذاعة هيك شباب نزلوا انه مدته للبرنامج 90 دقيقة بس ايام عم بتكون 75 دقيقة ايام عم بتكون 90 دقيقة. اليوم خلينا نطبق قانون البرنامج ساعة ونص مش اكتر لانه في حكي كتير بده ينقال. بعد في موضوع او في خبر حكيت عنه أنه انضم الإعلامي المصري باسم يوسف للجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent بموسمه السابع، ومن المقرر تصوير الحلقات خلال الفترة المقبلة بالمملكة العربية السعودية. وأعلنت شبكة NBC عن أسماء لجنة التحكيم البرنامج حيث بيشهد الموسم الجديد عودة ناصر القصبي لجانب الفنانة نجوى كرم يلي شاركت بالمواسم السابقة، بينما بينضم باسم يوسف للجنة للمرة الأولى. شو رأيك أولا بانضمام الإعلام المصري باسم يوسف لبرنامج Arabs Got Talent؟ بحس انه بيد يمنه الانسان المخول انه قيم فنانين قيم مواهب، بدنا حدا يكون يا ممثل يا مغني يا اما شيء، لان المواهب عم تجي فن رقص وغنى وتمثيل. طيب بس يوسف مثلا شاطر كتير شاطر بحب تابعه دايما شاطر بالنقد، طيب اذا النقد شو دخل النقد يلي هو على السياسيين وعلى الفنانين؟ طب انت جاي هون شو لتنتقد؟ شو وظيفته؟ ما هو هو ناقد فني صح. بحس انا وجوده يعني ما له
مع احترامي له اكيد ولكل اللي اختاروه يعني، بس انه في حدا يكون انسب منه بهذا البرنامج. هو ناقد فني وبذات الوقت كمان هيز كوميديان. مظبوط مظبوط. انت ضد انضمامه للجنه؟ انا ضد انضمامه. يجيبوا الناس مثلا شفال علي جابر، كان علي جابر عامل تقل البرنامج منيح. واهم شيء خليني اذكر قبل ما انا كمان احكي اذا مع او ضد، كان موسم السادس من البرنامج عرض قبل 5 سنوات وشهد وقتها فوز فرقة المياس اللبنانية باللقب. يعني غاب البرنامج 5 سنين ورجع البرنامج، ولكن بقيت ست نجوى كرم موجودة باللجنة يلي she's the best top on of everyone، ورجع استاذ ناصر القصبي، وهلا كمان الاعلامي باسم يوسف. هلا انا ما بقول ضد، انت كنت ضد، ولكن انا مع يكون الاعلامي المصري باسم يوسف، لانه الاعلامي كمان عنده رايه هو، لانه اعلامي ناقد، ناقد فني، لانه برنامج فني وجوده كتير مهم، لأنه باسم يوسف معروف يعني ما بيجامل، بيحكي الأشياء مثل ما هي، مثل ما أنا وياك بنحكي، ما عنده مجاملة، بيحكي الأشياء مثل ما هي. إذا في صوت مش حلو عنا واسطة وعنا ما بعرف مين، هودي ما بيمشي على باسم يوسف، هو بيحكي بصراحة. وكونه كمان يعني عنده سنوات خبرة بهالمجال، أنا شفته كتير بمكان المناسب باسم يوسف يكون موجود باللجنة. لا إذا ست نجوى عطيت رأيه، وإذا أستاذ بس إذا كمان أستاذ ناصر القصبي عطى رأيه، هيك هو كمان حقه يبدي رأيه، يقول هيدا بمكان الصح أو بمكان لا، ما هو ناقد يعني بحقه كمان ينتقد إذا مقبول الصوت ولا مش مقبول، على أمل تكون في أصوات حلوة، ما يكونوا في أصوات هالأصوات يلي مش معروف فيه. المواهب مش على مستوى يعني مياس، مش على مستوى مين بدي أذكر بعد فرقة البيحاء مثلا، ليش طرابلس شركة، صح بدنا هيك مواهب نحن، مش إنه والله حد واحد يطلع التلفزيون يلا بطلع. رح ضل ضمن هالبرنامج Arabs Got Talent، بهيدا البرنامج وقت بيحطوا ايام مين كان صوته مش حلو، مين كان عم بيغني وما كان مقبول صوته، للاسف عم نشوف مشاهد يعني عم بيجيبوا على البرنامج ليبهدلون، وعفوا على العبارة اللي بدي اقولها، عم بمسحوا الارض فيهم، بيطلع حدا صوته مش حلو، حرمت احب هيك بده يغني. طب مش لازم يحطوا هالمشاهد، ما حرام عنده كمان من كرامته هالانسان، انا ضد تنحط هيدي المشاهد، او بيطلع واحد بده يغني بصير يعمل ايده هيك حرمت احب، بيعمل هالحركات، طيب عيب هودي احتفظوا فيهم انتو. انا ضد هيدي المشاهد تنحد. انت شو رأيك باللي عم تنعرض من هالمشاهد يلي عم بيحطوها ان كانت القناة او ادارة القناة او ادارة البرنامج؟ انا حسب معرفتي ما بعرف يعني هالاشخاص بيطلعوا برضاهم ما بيطلعوا بعدم رضاهم، واوقات بيكون شخص جاي ليغني اكيد معروف انه لا عنده صوت ولا عنده كاريزما ولا عنده شيء، بيكون هن دفشين اللي باين عنا والله بيعملوا سكوب، بتصور هيك كله متفق عليكم. انت اكيد برضاهم او سمعت مجرد أكيد. خبرية؟ اكيد لا برضاهم، لانه ما في غير يكون شيء واحد مثلا قدير او شيء بيرفع دعوة عليه انه عم شهره فيه. بس اذا قدير بده يربح يعني، ما رح يظهر برات. اذا قدير بيطلب هو اعطوني مبلغ معين وحط البركني. انت قصدك قدير ماديا، اوكي قدير ماديا هاي الادارة. بس فعلا يعني كيف انسان ما عنده كرامة، ما عنده من نفسه، كيف بيقبل كرمال مال يطلع وعم بيغني كأنه عم بيغني حدا طفل بجسم رجل او بجسم مرة؟ شيء فعلا شيء معيب للبرنامج، حتى خلينا نقول انه بمال او قدير ماديا مثل ما عم بتقول، او عم بيتفقوا هن عندهم من كرامتهم، اداره البرنامج او اداره المحطه ما لازم تقبل، لانه مش منيح لمستوى البرنامج لمستوى المحطه يحطوا هيك اشياء معيبه على الهواء. ايه لانه ليكي بتصور قبل ما الفنان المشترك يعني يصير يطلع على المسرح وهيك بكون في ليش سمعته اكيد لازم. إيه طب هودي ما سمعته، مش هيك عملك، انا عندي شك انه يكون هذا الشيء مزبوط وهم يدفشين الشخص. نعم يلا طلع نعطيك مثلا 10 دولار، نعطيك مصاري، نعطيك شيء لنعرض لك الحلقه. قد ايه 10 دولار؟ يمكن ما بعرف عم بحكي هيك انا تكهن يعني.
كثير؟ 10 دولار بحط كرامته على الأرض 10 دولار؟ في كثير هيك إيه؟ إذا بلبنان هلا 10 دولار بحبحين مبحبحين عندكم، قد ايه الدولار تثبت على 80,000 صار بلبنان؟ 89,000 بعده 89؟ نعم يا بلاش يا بلاش يا بلاش أبدا. يعني إذا نحن بنعطيكم دولار واحد تعطونا 89,000؟ 100% 10 دولار 890,000 890,000 دعت لحظة 89,000 10 دولار لا الدولار 89,000 يا حرام يا لبنان، يعني 10 دولار 890,000 شو عملوا بلبنان؟ شو عملوا بلبنان؟ عملوا العمايل عملوا العمايل وهلا جاي باخرة تعطينا 6 ساعات بالنهار مبروك. ما وصلنا شيء بعد. بس هي الباخرة على طريقة وقفت في جيوب كانت عطشانة عبت الجيوبة ورجعوا بعتوا الباخرة كرمال ساعتين الأربعة أخدوها هن 100% لأنه هاي بتصور هاي الباخرة قصة سياسية أكثر ما هي موافقة مساعدة للبنان، لأنه في ملف سناتراك المفتوح بالأدراج بعده ما بعرف إذا شيلوا من الأدراج رجعوا ولا رجعوا على الدرج وسكروا وقفلوا للأسف سناتراك. هاي بتصور اتفاق سياسي بين تسكر الملف أكيد ما في شيء في شيء ملف هيدا اتفاق سياسي على هالموضوع، مشان هيك بلاقي وحدة صار في سناتراك بلاقي قبل 4 5 ليالي بلا كهرباء قاعدين. قبل ما نسمع أغنية يا حب اللي غاب بصوت هرار زكريان يلي هو دايما بيقول أنا مش مغني أنا ما عندي صوت، هو هيز بروديوسر أرمينيان بروديوسر ولكن ما عنده أبدا هالتعصب إن كان حدا عراقي لبناني سوري شو ما كان أرمني ما بهم، مهم بيساعد هو عنده هالنفسية حلوة. ومرة ببرنامج الأرمني استضافته قال لي أنا مني مغني، ما يقولوا إنه ليكو صوته مش حلو وعم بغني، قال لي أنا بغني بس هيك لا استمتع for my own pleasure حلو. يغني لنفسه رح نسمعه، ولكن لأنه كنا عم نحكي عن لبنان وعن السرقة بس بدي أعرف هيك in general وضع لبنان كيف، لأنه عم شوف في قصف بالجنوب عند إخواننا ولكن ببيروت طنة ورنة ونطنطة وسهر وظهر وصور الناس ومع أرجيلتون مع السمك صحن السمك والطبولة هالقصص، كيف وضع لبنان اليوم بالإجمال؟ والله الوضع يعني بعد ما حكي سيد حسن نصر الله وطمأن اللبنانيين فيكم تعيشوا بسلام او يمكن هذه هي الضربة اللي بدها تصير ما في غيرها الضربة القوية، فطمأن شوي اللبنانية وانتعش الاقتصاد على الخفيف يعني اكيد مش كثير انتعش بس انه يعني العالم بتحس براحة، بس الله يعين اهل الجنوب يعني اللي بعده عم ياكلوا ضربات وياكلوا طيران وامكا وما بعرف شو قدام كل ليلة الله يعينهم. الله يعينهم طبعا. أنا ما بعتقد وضع الاقتصاد منيح لأنه ما في سواح، كل يلي كانوا مقررين ينزلوا على لبنان كلهم لغيوا سفرهم ورجعوا استردوا حق التيكت يلي كانوا شارهين للأسف. والله هاي الصيفية كانت كتير كتير حزينة بلبنان، بلشت من سنة تقريبا أقل بشوي، ويلي أنا ما عرفته إذا في حرب بغير بلد ليش لبنان بده يتأثر، ليه لبنان بده يحشر منخاره بكل شيء، عم بيصير في حرب بغير بلد أنت ليش أوكي عم بتساعد إخوانك بالإنسانية وا وا وا، ولكن ليه كمان عم تعرض حياة اللبنانيين على خطر؟ صح صح للأسف. تعال نسمع يي قبل ما أسمع في عندي رسالة، عندي لحظة مع ورود وقلوب حمرة من حبيب قلبي من عمري ومن شريك حياتي بيير أرابيان، بعت لي ورود وبعت لي قلوب عفوا نسيت بيير أرابيان في لك سلام من صقر نسيت فامو أتاميان، شكرا للوردة تحية اللي عم بيتابعونا سيبو خوزيان أراكسي دونايان روبا محمود ماريت مكرتشان فريش كشكريان ساكو جيبيليان غريشا ياسمين ربيع مارال ناكاشيان أمال الشيخ سليمان مدلة الحمادنا ميتسو غراسيا مغريك غزاريان لينا خروسيان تيموشا نونا كارول أسيس تاروزا صعب رافي حبيب
وسيلفا كيلاربيان بتقول انه نحن معنا حق 100% كل يلي عم نحكي. تحيه كمان لجورج ساكسيان، لورده جوريه، اسمها ورده جوريه، لسامية تعمنح يمكن عفوا اذا ما لفظت صح، الكسندرا فارس سفير، جوليا نازاريان، تحيه لارميني، للوريس لخيان، تحياتي لك حبيبه قلبي لوريس من كاليفورنيا على فلوريدا عندك، لاميره محمود، لعلاء اسماعيل، تحيه لسركيس مراديان، 10 دولار حق فنجان قهوه بكافيتيريا باريزونا بيقول، في ناس عم بتعيش بعشرة دولار. تحية لهاني المصري، تحية لشوشان غرابيتيان، ولكارين لليان، وللوسين فارتيفاريان. بتعرف شي كلمة بالأرمني صار ولا كلمة بالأرمني؟ بتعرف شي كلمة هالقد عنا مستمعين أرمن؟ راديو ستارز. سألت عن كلمة بالأرمني، إذا بدك تقلن أنه أنا بحبكن كتير قلن يس تزي قصيرم. يس تزي قصيرم. يس تزي قصيرم. برافو. وين ازدق في لحظة أنا بدي حدا زق. نرجع منقول يس تزي قصيرم. يس تزي قصيرم. هيدي زقفة من عندي مش من عند جميل. تعال نسمع أغنية يا حبي اللي غاب بصوت هرار زكريان. برجع بعيد للمرة العشرة للمرة العاشرة إنه هو منه فنان، منه مغني، هو قال شخصيا، ولكن بحب الغناء، بحب الفن، وحب يغني هيدي الأغنية. حب يغني. سجلها عند المايسترو خاتشيك مالخصيان يلي واجه له تحية. بنسمعها. حلو. شوف موسيقتها، شوف توزيع الموسيقى. حلو. يلا بريك ونرجع لكم. Radio Stars from Los Angeles, California. شمسك يا دنيا من بعد كل مين
راديو ستارز من لوس انجلوس كاليفورنيا. يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي أنا يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي حياتي أنا حياتي أنا شو هالأغنية حلوة للراحل ملحم بركات الموسيقار ملحم بركات. هيدي الأغاني على مدى العمر بنسمعها حتى لو هني رحلوا من هالدنيا ولكن أغانيهم خالدة باقية عطول. لحظة 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 لنسمع صقر. صار فيك تحكي صقر تفضل. أغنية حلوة صوت حلو موفق فيها. هذا الفن الأصيل انت عم تحكي وانا عم بده ما سمعتوني. هذا الفن الأصيل يلي ما بيموت. صحيح. حبيت كيف هرير زكريان غنيها. ايه حلوة كانت بس اكيد الأصالة اللي من حمد ركيت ولكن كتير حلوة اكيد لانه هو كمان هرير أصيل دايما بيقول انا مش فنان. اوعى تقولوا لي فنان انا بروديوسر. هو بمجال الموسيقى فقط هو هي بروديوسر سونغ فقط. نعم. يعني هو بينتج اغاني لفنانين ولكن ولا مرة قال انه انا فنان او انا بغني. وانا وقت استضفته ببرنامج الارمني استضفته كبروديوسر كمنتج صح. ولكن مش صح. كفنان ولكن بحب هيدي هويته بحب يغني. تركوا يغني كل واحد حر يعني بيعمل بده اياه. يمكن يوم ما بتسمعوا انا وصقر عملنا كمان دويتو ما حدا بيعرف شو فينا نعمل صح. مثل ما عملنا برنامج سوا ايه؟ او حل سوا كم حلقه بنغني ليش لا شو عم بغنوا احسن منا مثل ما قلت اول حلقه. ايه شو انت صوتك كيف شو وضعه منيح شو نوع صوتك صوت سوبران. الحمد لله صوتك انا صوتي عريض. صوتك عريض يعني انت تينور خارج او باس انتون خارج هالاغاني اللي اصوات اللي بدها اصوات عريضه. طب تعال نغني شيء انا وياك هلا هلا شو بدك نغني؟ يلا بتونس بيك شو بدنا نغني؟ بتونس بيك وانت معي وانت معي بتونس بيك ولاقي قربك دنيايا بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا لما تقرب انا بتونس بيك. الله لما تقرب لما تبعد وينك يا بيير لما تبعد ولا تقرب انا بتونس بيك يا اخي. هيك حبينا نعمل جو. نحن مش مغنيين نحن اعلاميين انا وصقر. حكينا كتير عن مواضيع مهمة اليوم تقريبا كنا مع وضد. يعني وقت كان هو مع انا كنت ضده وقت انا كنت ضد هو كان مع. نعم. على امل رسالتنا او رسائلنا لانه كانت عديدة رسائلنا توصل. اذا عندك اي شيء بدك تضيفه نسمع طبعا منك صقر. انا بدي اشكرك لانه اليوم كمان حبيت تكون مرافقني بحلقه شو في ما في بحلقته الاستثنائيه والخاصه. نعم. اذا عندك كلام اخير تقوله شيء ضيف. لا احكينا عن هلا اكيد عندنا مواضيع كتير بعد نحكيها ولكن خليها الحلقات الجايه. يعني ما بدنا نحرق كل شيء هلا الليله. ما في خبريات كتير ناس طلقت ناس تجوزت كتير خبريات. لا تحية لك ولكل المتابعين سواء على الراديو مباشرة أو تابعونا عبر فيسبوك لايف. تحية كتير كبيرة لكم من كافة الدول العربية والأجنبية كمان. شكرا كتير لاستضافتك لي كمان للمرة الثالثة يمكن صارت. نعم برافو. الثالثة أو الرابعة صح. ممكن نغير جو بيطلع شيء حلو. إن شاء الله يكون المستمعين عم يستمتعوا بهذا اللقاء. استمتعوا.
استمتع لأنه بعرف من الرسائل يلي عم تيجينا لغاية اليوم، لغاية حلو حلو فكرة حلوة، يعني هيك بنتشارك بالآراء مع أو ضد أو أي شيء. يعطيك العافية وبالنجاح الدائم يا رب. شكرا لك كمان. قبل ما ينزل الإعلان يلي رح يتحضر بهاليومين لبرنامج لولا الماضي يلي بيقدمه زميلي الإعلامي سار البعيني، بدي قلكم احضروا الأربعة ساعة 12 بتوقيت لوس أنجلوس الظهر وعشرة المساء بتوقيت لبنان. الضيف كتير مميز، عنده كتير اشي يحكي عنها، هو بمجال الفن الغنائي من سنوات طويلة، كمان بالإخراج هو كمان أخرج كتير فيديو كليبس يلي قدمهم أغاني خاصة. رح يحكي مطولا مين هو، ما رح أقول اسمه لتنتروا الإعلان ينزل بكرة أو بعد بكرة من كل بيت. حلو. وتابعوا، ما تنسوا برنامج لولا الماضي من إعداد وتقديم زميلي الإعلامي سقر البعيني. كل التوفيق والنجاح لك كمان. شكرا لأنه دايما ضيوفك عم بيكونوا بمستوى كتير عالي، وأصلا برنامج لولا الماضي من دون ماضي ما في حاضر. صحيح 100%. لكن لألك بنقول تصبح على ألف خير. شكرا بعد مرة لانضمامك لبرنامج. شكرا لألي. شي نهار أنا كمان بتلمعك بلولا الماضي من قد مشكلة. أهلا وسهلا فيك. ولكن بنحكي عن الزمن الجميل، ما بنحكي عن الأشياء اللي حكينا فيها اليوم، لأنه شوفي ما في، لأنه هو سمع مسمى شوفي ما في، بنعطي أخبار وبنحكي عنها. صح، وبنحكي عن كل شيء موجود، وكل شيء زعجنا وزعج النظر والسمع وكل شيء. صحيح. صار اللي بعيني زميلي، شكرا. ونحن بنشوفك على الهواء نهار الاربعاء، وان شاء الله بالحلقات الجايه كمان يكون عندنا حلقات استثنائيه وخاصه. شكرا كثير، تصبح على خير من عندنا. تصبح على الف خير. اجمالا هيدي الموسيقى بس تسمعوها بيكون في اخبار، يعني بالفقرات المنوعه ببرنامجي، الفقره الفنيه الاقتصاديه الاجتماعيه السياسيه نشر الجويه، وبالاخر دايما ببرنامج شوفي ما في كل خميس بختم برنامجي مع فقره شويه حكي. بس اليوم انا وصقر كان عنا كتير حكي، ان شاء الله بتكونوا استمتعتوا بالحلقه. ليوم الخميس 29 آب من عام 2024 خلص برنامج شوفي ما في. مثل ما بتعرفوا كل بداية إلى نهايتها، وبرنامجي أشرف لنهايته. كانت معكم من وراء الميكروفون ستيسي أبيديكيان أرابيان بالأول وبالآخر، أما خلال الحلقة كنت أنا مع زميلي سقر البعيني اللي بعد مرة بشكره. شكر الأكبر لكل المستمعين يلي تابعونا على الهواء مباشرة، بعد شكر الأكبر كمان لكل المشاهدين يلي كتبوا رسائل من دون توقف. I'm biggest thanks للناس يلي عملوا شير لهالبرنامج، شكرا لأنه وزعتوه. الخميس المقبل أيضا رح كون معكم، ولكن لحالي مع الفقرات يلي ذكرتها قبل شوي. ما تنسوا دايما تسمعونا radiostars.com، بيفتح الويب سايت تكبسوا من الليست listen live now، تفتح صفحة جديدة في كبسة بلاي بالأورنج كولر باللون البرتقالي، تكبسوا عليها وتبلشوا تسمعوا أغاني منوعة 24 ساعة 7 أيام من أي بلد وين ما كنتوا، اسمعوا راديو ستارز. مع شكر كتير كبير بقلكم تسمعوا على ألف خير، وإن شاء الله كمان أيامكم تبقى حلوة. أما يلي عم بيتابعونا من أمريكا كندا أستراليا وأرجنتين، إن شاء الله نهاركم بيكمل حلو مثلكم انتو. For now, ciao.